حقيقة أختم بهذه الكلمة، نتمكن نظهر هذا الوجه لرسالة النبي صلى الله عليه وآله. الناس ما يعرف، الناس لا يعرفون هذه الأشياء، الناس لا يعرفون من هو رسول الله صلى الله عليه وآله، الناس لا يعرفون من هي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، الناس لا يعرفون من هو الإمام المجتبى، الناس لا يعرفون من هو الإمام الرضا. إذا نعرض هذه القيم التي جاء بها هؤلاء الأطهار، الناس مو معاند، المعاندين قل. الآن العالم يتقبل، الناس يتقبلون، يجب أن تكلموهم بالمنطق.